السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. جايين النهاردة كده جولة كده في محطة الرمل علشان نجيب لكم الحاجات بتاعة العيد. طلبتوا مني أكتر من مرة جولة في محطة الرمل، فأنا النهاردة جاية لكم من شارع النبي دانيال. شايفين أول الشارع هناك ده شارع سعد زغلول، يعني هتمشي فيه لو حضرتك جاي من ناحية الترام هيبقى قريب جدا شارع النبي دانيال، تمام؟ مشهور جدا. انزلي بس محطة الرمل سعد زغلول واسألي عليه، تمام؟ هتمشي شوية كده هتلاقي المحل اللي احنا جايين نصور فيه النهاردة، اللي هو محل سالزبرج اهو، تمام؟ جنبه محل فواز. فمحل سالزبرج النهاردة عايزين نعرف بقى الأسعار بتاعته، وانا شايفة يافطة مكتوب عليها بنص الثمن، فعايزه اتعرف بقى، اشوف الكارديجان الجديده اللي نازله، البلوزات اللي نازله على العيد، ونعرفكم بالمره. تعالوا كده نسمي الله، بس عايزاكم تعملوا لايكات كتير بقى وكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني. قولوا لي بقى كل حاجه انتوا عايزين تقولوها قولوها في الكومنتات. نبتدي على بركه الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اول حاجه بدانا بيها، تعالوا الاول كده ندخل ونشوف. السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عايزين نعرف بقى سالزبرج ايه اهم البلوزات اللي موجوده هنا في المحل، الكارديجان، كل الكلام ده. نبدا بايه بقى؟ ايوه اللي تحت دي فين؟ دي مقاسات خاصه، ممكن تمسكها لنا يا قمر؟ دي كده مقاسات، تعتبر مقاسات خاصه؟ في اول سايز يعني، تمام؟ مش طويله قوي يعني، طولها وسط. دي بكام دي؟ دي 180. اللي جنبها دي قماشه فوسكوس دي ولا قماشه ايه؟ يعني بصوا في حاجه تانية بقى كده، دي برضو مقاسات خاصه. بكام بقى دي؟ 180 برضو، تمام. في بقى حاجه زي كده، دي ب 240، دي 250. تمام، بالحزام بتاعها. اوكي، وريني بقى دي عشان دي كبيره برضو. بصوا يا جماعه دي 150، عليكم السلام. دي برضو حاجه كده 150 بس تونيك طويل، واضح ان هي طويله وكبيره كمان. في منها اشكال ولا هو المنقط بس؟ فيها كذا شكل. بصوا اقول لكم، لا القماشه بتاعتها طريه. بصوا شكل تاني اهو، لو انتوا عايزه بقى مقاسات كبيره ومقاسات خاصه يا جماعه، تمام. ايه تاني يا قمر؟ عشان المقاسات الخاصه بيسالوني كتير. في حاجه زي كده، دي بس ب 190. دي بصوا دي كمان كبيره ومقاسات خاصه، اللي هي نص ونص. ايه اشكالها التانيه؟ في منها كحلي، وفي منها على مستارده. حلو قوي. كل دي بنفس السعر واللي انت ماسكاه؟ طيب تمام. بصوا كل دي بلوزات اهي للمقاسات الخاصه، تمام. حلو قوي. وفي للبنات، بس احنا الاول هنفرج المقاسات الخاصه بحيث ان هم بيدوخوا شويه عبال ما بيلاقوا. فالمخطط ده ب 200، شميز مخطط اهو، في طبعا منه اكتر من لون، اكتر من لون موجود. طب يا جميل، في ايه تاني؟ لسه بهوريكم الحاجات المشجرات اللي فوق دي، بس نشوف ده. ده مقاسات، ده شكله اوفر سايز كده، ده ب 200 جنيه. ده بقى الناس اللي عايزه ايه؟ بصوا وريني كده، اللي عايزه، لو عايزه استراس بقى، في شويه دلع كده. في منه الطويل برضو بس ساده. في منه الطويل بس ساده؟ طيب ورينا كده. وطبعا اللي هو الاستراس ده بصوا في منه كذا لون، هوريكم كمان اللون ده. وفي الكحلي وفي البيج وفي اللون ده، تمام؟ طيب ده الساده، ده السادة بتاعه. بس بصوا يا جماعة في تاتش كده ينفع مثلا ايه لمناسبة، يعني الحتة اللي فوق دي زي بروش كده، ده ب 180. حلو قوي. في منه الوان، وده برضو ولا هو لون واحد؟ طيب يا جميل. في برضو بلوزات، انا بادئة بالمقاسات الخاصة زي ما قلنا علشان هما بيدوخوا على ما يلاقوا. اللي فوق دول ده ب 179، ده لون واحد شكله ولا ايه؟ لا في اكتر من لون. طيب تمام، شجرات برضو. وفي كمان ده، وده بكام ده؟ ده برضو ده 180. في منه على اسود وفي منه على كحلي. حلو قوي. وفي كمان ده ولا ده مش مقاسات خاصه؟ لا ده مش مقاسات خاصه. تمام، تعالي ندخل بقى على المقاسات التانيه اللي مش خاصه، الحاجات التانيه دي برضو مقاسات خاصه، تمام. وريني شكله كده، ده عامل زي بلوزه مقفوله. بصوا يا جماعه عليها برضو ايه شغل من عند الصدر، وطولها معقول حلو، ب 190. في منها اللون ده، وايه تاني يا قمر؟ ايوه وفي اللون، الموف ده. بصوا الالوان دي حلوه برضو، دي ب 190. بصوا الايادي كمان بتاعتها، في تطريز من هنا كده
عند الايد نفس تطريز الصدر. حلو، في اللون الزهري. ايوه، هما الالوان دول بتاعتهم. اربع الوان ومقاسات خاصه هي. تمام يا جميل. في برضو ماشي، رهنا كده عشان الناس برضو تعرف، يبقى ايه، ادعوا لنا دعوه حلوه كده في الايام الحلوه دي. بصوا يا جماعه، لو انت بقى عايزه شميز مثلا طويل على فكره مش قصير، ب 190 برضو. تمام، في منه الاحمر وفي منه البيج وفي منه ايه الموف. وريني الموف بتاعه كده، الموف ده بيبقى جميل قوي كمان. بصوا، تمام، الله ينور يا جميل. مقاساته كبيره، اه حلوه واسعه يعني، عشان تبقي لابسه كده وايه وانت مستريحه. ايه تاني موديلات؟ ايه جميل، تمام. ايه تاني بقى من المقاسات الكبيره؟ يعني هتيجي تلاقي كذا حاجه، كذا موديل مقاسات. ده الحلو بتاعه. بصوا ده، استني، اه كده، ده تمام. ده بكام ده؟ ده عامل 200 يا جماعه. بصوا ادي الوان بتاعته اهو، اوريكم الالوان بتاعته. تمام، حلو قوي كده. مقاسات الخاصه خلصت. في جوه، تعالي ندخل جوه. اه البلوزه دي حلوه قوي برده. بصوا يا جماعه البلوزه دي، في منها الابيض وفي منها الاسود، هي عامله كده زي تونيك. يعني المقاسات الخاصه بتبقى عايزه برده حاجه طويله كده برده. ايوه، ب 200 وكام؟ 50. حلوه قوي، تمام. امال ب 160؟ انا كنت شايفه واحده شبهها اصلي ب 250. لا دي حاجه ثانيه يا جماعه، دي ب 160. شايفين؟ بصوا 160 اهي. تعالوا جوه كده نشوف حاجه تانية كده. بسم الله. اه بصوا بقى، ايوه وريني بقى يا قمر كده. بصوا بقى شكل كده، الفيديو ده هيبقى لاصحاب المقاسات الخاصه عشان ما يزعلوش واجيب لهم الفيديو كله. ده ب 170. حلو قوي، تمام. وريني الوانه يا قمر. ايوه برده نفس الثمن. ده كوريشه كده، اللي هو القماش الكوريشه. حلو قوي، بصوا طويل والله ومحترم جدا. في حاجه كده بقى مشجرات برده طويله ب 170. تمام، حلو قوي. ايه تاني؟ طيب ايه تاني بقى؟ بصوا ده يا جماعه، دي برده شميزات حلوه للنهار، تنزلي بيها مثلا الصبح رايحه شغلك. اه ده ب 100 وكام ده؟ ده ب 160. تمام، حلو قوي. ايه؟ مقاسات خاصة. في بقى حاجة زي كده، ده خريفي ده بقى. لا صيفي. ده صيفي؟ اه هو عشان مفتح من كل حتة كده. تمام، ألوانه بقى دي اهي. بصوا يعني مش سايبين لكم حتة إلا فاتحين عشان الهوا. ده ب 100 يا جماعة. تمام، وفي بقى اه بصوا البلوزة دي مقاساتها كبيرة فعلا، دي ب 180. ب 190. الله ينور. إيه تاني يا جميل؟ اه بقى فيها، اه بصوا في حاجه من هنا حركه ومن عند الصدر برده حركه، بس هي عشان بتبقى مشجره ما بتبقاش باينه فيها قوي. تمام، في برده دي كده، اه دي برده ب 180، سوري ب 190. بشوف الثمانية ما بشوفش التسعة. تمام، ايوه بصوا دي، يعني لو عايزه مشجر هتلاقي، لو عايزه ساده هتلاقي، لو عايزه مخطط هتلاقي، مفيش. بصوا انا هسيبه لكم بقى، ده بتاع المقاسات الخاصه يا جماعه، يلا عشان تتدلعوا كده وتنبسطوا. تمام، تدعوا لي بس دعوه حلوه. بصوا النقط برده، النقط بيبقى شيك قوي كمان في اللبس. حلو، ده اي واحد فيها ب 190. دي بلوزات برده لو حد بقى عايز، اه طويله بقى فاهمه، في منها قصير. ايوه تمام، بس احنا عملنا برده المقاس الكبير برضو، دي ب 180 يا جماعه. عندك بقى حاجه وعايزه تلبسيها من تحت دايخه على الشميز، ادي كده الشميز ابيض اه وكبير، ابيض واسود، اللي نند اكتر لونين احنا اصلا بندور عليهم. تمام يا جميل، حلو قوي. تمام، بصوا بقى ده للبنانيت بقى قصير. احنا بقى النهارده جايين للمقاسات الخاصه، ورينا بقى يا قمر ايه تاني. بصوا الشميزات دي برضو، ده بالكابشو ده ولا متهيألي؟ اه بصوا في لمعه شويه، هو زي كتان شويه يعني، اه ب 250. بصوا حلو البلوزه دي يا جماعه. تمام، بصوا الايد بتاعتها حلوه، هو اللون ده بس اللي خلصانه دي ولا ايه؟ ما كانت حلوه بصراحه. وبصوا ده اللي هو البليسيه ده، مقاسات خاصه ده. بصوا يا جماعه ده اه حلو برده، ده ينفع مناسبه سيمبل كده وجميل. استنى اجيبه لكم من قريب، قصير من قدام وطويل من ورا ومعاه الحزام. ده ب 250، في منه الزهري وفي منه الكشمير وفي منه البيج، هما دول الالوان. دي برده مقاسات كبيره،
ب 180 بالذات المخططه دي. وده ده مقاسات خاصه ده ولا لا؟ لا ده عادي. ده عادي وده احنا شفناه اللي انت وريته لنا. في حاجه تاني؟ في البلتوزات دي اللي هي اللي هو الاوف وايت دي ودي برضو بكام؟ ب 150. وفي بكام؟ 170. 170. في حاجه جوه للبنطلونات او حاجه؟ ليهم على مقاساتهم. بصوا بقى بالمره عشان ايه بقى جبت لكم طقم العيد كله. البنطلونات دي مقاسات خاصه برضو. ده اللي هو الكلاسيك. بكام يا قمر ده؟ ده عامل 180. تمام. وفي جيب بنطلون برضو للمقاسات الكبيره يا جماعه ب 180. حلو قوي. يعني هتيجي جبتك كل حاجه. والله انا بعمل انا ماشيه كده بتمشى يعني قلت ادخل وافرجكم على المحل. طبعا في بقى دريسات بس انا مش عارفه الدريسات فيها مقاسات ولا لا. يعني في نوعية معينة ولا كله؟ ده بس. ده بس يعني. بصوا مش كل الدريسات فيها مقاسات كبيرة. بصوا ده مش وحش برضو. امال ده بكام ده؟ ده بكام ده؟ 350. تمام. متشكرين يا قمر تعبناكي معانا. طبعا انا عملت لكم الجوله كده جوله سريعه في محل سالزبرج بس كنت جايبه علشان كتير قال لي يعني كتير قوي منكم قال لي على حكايه المقاسات الخاصه دي وبصراحه ما حبيتش شهر رمضان يعدي غير لما اقول لكم على الحاجات الحلوه دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى دعوه حلوه ولايك وشكرا والسلام عليكم.